احنا لما جينا قلنا نعمل العاصمه وفوجئنا هنا ان كتير من الناس في مصر ما كانتش مستوعبه الفكره. ليه عايز النيل؟ تبدي هناك ليه؟ لكن احنا قلنا ان احنا هنعمل دوله جديده، والدوله الجديده دي بنقلها قلنا ان احنا مش هنتنقل بننقل بني ادمين، لا احنا بنبني بنعيد صياغه الدوله المصريه، وبنعمل ميكنه كامله، وبنعمل قواعد بيانات شغالين فيها بقالنا 3 سنين ونص في مصر، عشان لما نروح هناك تبقى الحكومه الذكيه شغاله بتكلم بعضها، بتفكر مع نفسها، بتعمل اجراءاتها بشكل يقلل كتير من العمل البشري ومن الوقت ومن الاخطاء. العاصمة الإدارية الجديدة هو المشروع الأكبر والأضخم في تاريخ مصر الحديثة، والتي تهدف الدولة المصرية من خلاله إلى التطور العمراني وإنشاء مدن جديدة بعيداً عن الزحام باستخدام أحدث وسائل التقدم التكنولوجي، لتصبح بذلك من أرقى التجمعات السكنية والإدارية العالمية الجاذبة للاستثمارات. منذ انطلاقها وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة معدلات إنجاز وتنمية سريعة للغاية في أعمال المرافق والبنية التحتية، والتي يتم تنفيذها على أعلى مستوى وفقاً لأحدث المعايير، لتثبت قدرة المصريين على إنجاز مشروع غير مسبوق في تاريخ المعمار في وقت زمني قياسي. في نص 2017 كانت المكان هنا صحراء بالكامل يعني. طبعا جينا عملنا موبيلايزيشن للمكان وللسكن الناس وعارف مهدنا كل الشغل، وكانت الدنيا كانت صعبه طبعا في الاول تماما. 2019 دي خلاص بنقفل يعني، في مرحله التشطيب مقفلين كتشطيبات معماريه والكتروميكانيكال وسقف معلق. الدنيا كويسه خالص جوه، المكان واسع حلو، اللي هتبقى فيه خدمات كويسه جدا جدا للمواطنين. الناس هتحس بالموضوع ده لما الوزارات تشتغل، الخدمه هتبقى ديجيتال. وتقع العاصمة الإدارية الجديدة في الجزء الشرقي من مدينة القاهرة، وبالتحديد على حدود مدينة بدر بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة مباشرة بعد مدينة القاهرة الجديدة. وتبلغ مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، وتضم العديد من المشروعات الهامة، لذلك أصبحت الأكثر جذباً للمستثمرين من كافة أنحاء العالم. الخطة كانت فاست تراك، والفاست تراك ده مشروع بندخل بكل قوتنا فيه، شغل 24 ساعة في خلال الأسبوع بالكامل. احنا بنبات هنا في المشروع علشان نخلص ونسلم الأدوار آخر السنة، واحنا مصرين على كده لأن دي حاجة نفسنا نشوفها يعني، احنا بنتمنى نشوفها عشان كده بنتعب فيها يعني. مباني هنا بتفرق عن أي مباني أخرى سابقة بالأنظمة الحديثة اللي دخلتها، سواء كانت أنظمة كنترول أو أنظمة تحكم، فيه مراقبة، فيه كل في اتصالات، أنظمة اتصالات تانية. في الواقع المباني معمولة بجودة عالية جدا، معمولة بأنظمة متطورة وحديثة ويحتذى بها على مستوى العالم. أنا لما بقول كده بقول علشان أنا شفت مباني برا مصر كتير وعارف بتحتوي على إيه، وبقول ان العاصمه الاداريه الجديده يعني فيها انظمه احدث ما وصل اليه العلم. يتضمن المشروع منطقتي تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات ومدينه المعارض والحي السكني، والذي يمثل حوالي 67% من مساحه مشروع العاصمه، بالإضافة إلى الحي الحكومي والذي يتضمن مباني للوزارات والبرلمان ومجلس الوزراء، والتي وصلت معدلات الإنجاز بها إلى 90%.
احنا مجلس النواب ده حضرتك مقام على 26 فدان ب 110 الف متر تقريبا، متر مسطح. المبنى اللي هو في الخلفيه ده مبنى مجلس النواب المقر الرئيسي، هو هنا 8 مباني. المبنى الرئيسي ده مقام على 18 الف متر بالطاب اريا او المساحه البنائيه ليه تقريبا 112 الف متر مسطح. المبنى بيسع قاعة للأعضاء 1000 نائب و150 للإعلاميين والكبار الزوار 150، وده يعتبر 1300 طالب. المبنى فيه يسع 3200 موظف، ومرحلة الخرسانات بالكامل بقت 100%. حلم جديد يرى النور في ظل مرحلة البناء والتعمير الذي تعيشها مصر الآن، عاصمة المستقبل التي تليق بمصر ومكانتها، والتي تجمع بين الحداثة والتاريخ لتحقق نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً. ندى إبراهيم، النيل.